لحمي جميل جميل اللحم، إيه لحمي جميل جميل جميل. تفضل. شو هاد؟ كأنه ريحة شوي. ايه والله ليكو الدخان. سعول لشوف. كأنه ريحة دخان. هذا كله من السجاير اللي كنت عم تدخنها. لك شعو الدخان طالع من فوق. العمى شو هاد؟ ليك بنتي طالع دخنة من طاقة التكييف. ايه عندي كمان. خبر الصيانة بسرعة ليكون في حرية بغرفة مكيفات. حاضر. والدهن جميل جميل الدهن، الدهن جميل جميل جميل، الدهن جميل جميل. هذا الدخان أثر على الرئة. شو عم تعمل هون؟ عم نحلل اللحمة يعني مشان البروتينات. شحني شحني. عمى وين اختفى؟ ليكو ليكو اخي، اذا سال عني المدير العام قل له مالي راجع شني تعاقدت مع اطباء بلا حدود. حاضر. يا اخ يا اخ امر مين الجناب حتى اذا سال عنا؟ لانه ما بنعرفه غير عريف مع مين عم تحكي. قل له الدكتور غوار بورد. حاضر دكتور. شكرا شكرا. تضرب له الوش مثل الراشيته. الحمد لله ان شاء الله دايمه. شو ان شاء الله دايمه؟ ما اكلتي شيء؟ يي صدقيني اكلت من كل شيء. انت يلي صار لك ساعة قاعدة وعم تصفني فينا مثل الراقو. والله شوي تاني رح نبطل نكمل عشانا. الله يسامحك. بتعرفي اللي بتطبخ تشبع من النقوة. هيك بصير مع امي لدوق ملحك ولدوق فلفل. دايما خالي دايما مرت خالي. ألف صحة تقبرني. ياسمين دايما. صحتين. ان شاء الله فيها الف صحه وعافيه. انت ما اكلت شيء، هات لاسكب لك صحن لبن. لا لا مرت خالي انا اكلت منها اول شيء واخر شيء قد ما حبيتها. هي طبخ ياسمين. اي ما شاء الله صارت تعرف تكبكي. ايه لك اسم الله حولها وحواليها. إيه احسن مني ولك تلحلحي. احكي لك كلمه.
كل ابن عمتي. كفى الله. الله يسلم دياتك على هاللبنيه ما اطيبها. الملعونه نفسها ظريف على الطبخ. يلا بابا جيبوا لنا الفواكه. كمان فواكه؟ ايه مش واجبكم. يكبر واجبك يا حق. ولك اختي ما بدكن عزيمه، ابقوا تعوا بدون عزيمه. لك اخي انا وفطينه دائما منطل على مرتخي قبل الظهر. بس عشيه منقول لحالنا خطي، بيكون اخي تعبان الوقفه طول النهار ورا صحن الحموضه. ستي مو ضروري على العشاء، تعوا على الغداء. لك ما منشوفك، بتكون انت بالمطعم وتحسين بالدكان. خالي اجى عرفان حسن حط بيته عنا، قال بده يبيعه لانه بده ينتقل. قليل ليلاقي راغب لانه داخل السور، لو كان خارج السور بيجوز بيجوز يلاقي له راغب. ليش شو الفرق خالي؟ لانه داخل السور ما بيتنظم، بينما لو كان خارج السور كل مدة ومدة بتطلع ريحة تنظيم بيسمعوا فيها وهم بيطمعوا بترد بتهمد. ها لسه بتقولي لي تلحلحي؟ شو يعني بدك ياني يقوم ارقص؟ قولي تتغني احكي لك كلمة. حكيت يو كل ابن عمتي قال حكت قال. شو بدي احكي غير هيك؟ قولي بتحكي على بلد يعني الوحدة بهيك حالة بتتلبك، يعني يمكن لو ما كنت عرفانه كان احسن. اعملي حالك مو عرفانه صعبه يعني. هلا شو رايك انت؟ شو رايك انا اقول ايه؟ لانه اخوكي يقبر قلبي من شو بيشكي. والله يا فطينه مو عرفانه حالي، بدي ولا ما بدي. اخ رسي وليك بدك ايه؟ شو الشغله هيك؟ طب غم لك عن شلون غمطه. هلا انت ما بتعرفي تحكي لك كلمتين جد على بعضهم؟ الا تزعلي شغله مو تضغط منيحه. تحسين عرفان؟ ما قلنا له لنعرف رايك فيه بالاول عشان ما ينصدم صدمه جديده يقبر قلبي ما بيتحمل. اكيد بلاقي حدا هني. طبعا عم يستنوك. المهم بتدق الباب دقتين ودقه، لما بيرد عليك بتقول له ثلاثة على ثلاثة. وشو يعني؟ هاي كلمة السر، بيعرف انك مبعوت من قبلنا وبيعطيك الصناديق. وكم صندوق؟ 22 صندوق، بتحملهم وبتجيبهم لهون قبل طلوع الضو. ابشر. وينك؟ على مهلك بالرجعة، ما بدنا مخالفات ومشاكل تخرب بيتنا. ها؟ قول الله. فروض صادفتكم دورية، لا تشاكل معهم، شو ما قالوا لك قول لهم أمركم. وإذا انزنقت ادفع. المهم تصل الصناديق لهون ولا من شاف ولا من دري. دعينا مهونة. وياها بالمطبخ ما وتوتوت؟ ليش بتعرفيني بوتوت؟ ما حدا غيرك بوتوت؟ احيانا ايه بوتوت. المهم بدها ولا ما بدها؟ 50% بدها و 50% ما بدها، بس ال 50% يلي بدها طابشه. لك فهميني بالمشرمحي. وطي صوتك هلا بيسمع العريس. يلي فهمتي منها بدها ولا ما بدها؟ الكم ما بدي بكون عم كذب، والكم بدي بكون لسه مو عرفانه حالي. لك بنتي بتحبي؟ حمري ما فكرت بهالطريقه. تكرهي؟ لا ايوه ابن عمتي شلون بدي اكرهه؟ ممكن تحكي لنا بصراحه اكثر من شان يا نكمل بهالخطوه يا لا؟ والله ما بعرف مثل ما بدكم. شفت ما بتخرج عشور ابوها تقبرني ان شاء الله. شوفي يا بي انا ما ممكن اغصبك على شيء ابدا، بس معه منطمن عليكي اكثر، هم ابن عمتك وهم عايش تحت جناحنا، يعني اذا خربط بنفك له اذنه، بس الغريب بجوز ما نقدر عليه. ليش في غريب؟ عم نحكي. فكري على مهلك يا بي. ميان ثلاثة على ثلاثة فتح الباب.
هاتوا الصناديق. ليه انت هون؟ من الشاب. هلا بدي افهم ليش 3 على 3 مو 4 على 4؟ شو طالعك على السيارة؟ نعس. شوفي بهالصناديق. صرفوه. اوعى المعلم قال ما بده مشاكل ابدا. ما بتقدروا تصرفوني، شنو زملائي عم يستنوني لارجع ومعهم رقم السيارة كمان. بده يكون اخبارية. هيك بده يكون. صباح روض عليه. وبركي استشراف. جرب، إذا استشراف منلاقي له حل تانية. في معلم قايم لك ال 500 ليرة. أوف، لشوك للقد العمش ثروة هدول. إي ما بتقدر عليك. لا أخي، أنا بكفيني 100 ليرة. سيك. يا ريت كل الدوريات هيك. بخو ال 500 مشان يخرس نهائي. علي الطلاق ال 500 لك. إذا حلفت بالطلاق مشان تطلق مرتك وتخلص منها لأرفضن وأخدمك. أعوذ بالله، باين عليك كريم والمعلم بيحب الكرام. معوضين إن شاء الله. على شرطها بدك توصلني على الشام. برازي بوصلة، وإذا مستعجل هلا باخذ لها تاكسي. شو تاخذ له تاكسي؟ خليه معك أما بركي طلع لك دوري على الطريق، ما بيهمك، كافحة معك. مزبوط. حمله.